يعني شو كان صار لو جبنا عامل او عتالي ساعدنا؟ ما بيزبط، وانت بتعرف انه ما بيزبط. بس انا هيك ما بلحق سلمك على الموعد. خد يومين زياده. طيب انا هلا بدي ساعد غدا. خد ساعد غدا، بس سلمني على الموعد، واذا ما سلمتني معناته انت عم تلتها. اسو خديها مني، انا زلمه جربت الموت بهالحرب كذا مره على مدار كذا سنه. صدقيني الخلاصه هالدنيا ما فيها شيء، خلي الواحد يعيش حياته مثل ما بده، عمر بيخلص والشغل ما بيخلص. والله برافو عليك. بتعرفي ما بتمرق سنة ما بسمع عن هيك قصة؟ لا، واللي بزعل أكتر إنه الأهل بيطالعوا التقرير الطبي بعد ما يقتلوها وبتطلع مظلومة وبريئة. شفتي والله؟ بكل الحالات أنا بهيك قصص الفار بيلعب ببي. يعني بحس الجريمة ما عم يرتكبوها للغلط نفسه، بحسهم بدهم يغطوا شيء. شيء مثل إنه البنت مثلاً كشفت غلطة ارتكبوها أهلها، ما بدهم إياها تنكشف وتنفجر قدام الناس، أو في خلاف على ورثة وهيك قصص. بعدين يا ستي البنت غلطت، إيش وهي غلطت لحالها؟ والغلط بيتصلح. لكان جريمة؟ هلا أنت كله من شان الإنسانية ولا لأنه في مصاري؟ الاثنين. الحقيقة لما بلشت آخذ مصاري كان بسبب ظرف صحي وإنساني عندي. وإذا إجت وحدة ما معها مصاري، شو بتعملي؟ ما هي الحكومة مو فارضة ضرائب علي. يعني بشيل من هون وبحط هون، وبالآخر الله بيستر علي بيستر. صحيح ما في ضرائب من الحكومة، أي بس والله وضعك هيك بخوف. كل شيء حولنا بخوف، حتى أنت لازم تخافي. شو قصدك؟ ما بتقدري تطولي هيك، يجوز حدا عم يراقبك، حدا يصطفك مثل ما أنا صدفتك هذاك اليوم.